هذه القصة اختلف الرواه في اسم صاحبها، إلا أن الأكيد والأكيد أنه من الهذال منعزة، أما الشيخ مشعان بن هذال أو الشيخ عبد الله بن هذال كان يشرب الدخان عند زوجته، وزوجته تتضايق من ريح التبغ. وفي يوم من الأيام قعدت تغني وتقول: يا شارب التنباك شاربك لطال، إياك ويا واحد جاهز دونه، مدام به نقص على الحال والمال، أيضا شرابه يدمر سنونه. سمع البيوت رجالها ووقع في ذنه مثل الصاعقة، فقال لها: وش تقولين؟ عيدي ما قلتي. فردت عليه ببيتين النخرة علشان يهدى ويهدي من أغضبه. قالت: شرابة التنباك بهم سعة بال، واللي طويل شاربه يقصرونه، يستاهل التنباك مثل ابن هذال اللي يصره في مثان يردونه.